ولكن بصفة عامة لو نرجع للزواج والطلاق في هوليوود وشفنا أيقونات للفن والنجوم تزوجوا وتطلقوا في فترات قصيرة، ما هو السبب اللي هو الطلاق المتزايد أو الموجود بكثرة في هوليوود؟ يعني هل هي مؤسسة الزواج صعبة للفنانين؟ هل هو كانت هناك أسباب أخرى برأيك؟ هي بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرتي مؤسسة الزواج في هوليوود معقدة جدا وصعبة جدا، وفي معايير كتير قوي مرتبطة بقدرة البعض على الاستمرار فيها. يعني حضرتك مثلا ممكن تلاقي نماذج ناجحة جدا لأن هم قرروا أن هم يحطوا ستاندردز معينة لأنفسهم أو معايير معينة لأنفسهم، زي مثلا سارة جيسيكا باركر وماثيو برودريك مثلا، دول بقالهم يعني أكتر من ربع قرن متجوزين وفي حالة هدوء كبيرة جدا، في حين انك تلاقي الجزء الاكبر بقى للأسف الشديد لعلاقات من اول الاشهر جينيفر انستون وبراد بيت، ثم براد بيت وانجلينا جولي من الأشهر وغيرهم كتير، وجوني داب وامبر هيرد طبعا، يعني نماذج كتيرة جدا من نجوم هوليوود. هتلاقي حضرتك انه في اختلافات كتيرة في الأسباب اللي ليه كان الانفصال، أحياناً مثلاً أنه كل حد فيهم عنده جدول مزدحم جداً فأصبحت العلاقة باردة فما بقاش فيه قدرة على الاستمرارية، أحياناً أخرى يمكن زي حالتنا دلوقتي أنه في معايير مش واحدة، يعني كل حد عنده أولويات مختلفة في المرحلة، يعني ما كانوا عارفين أنه هذه المعايير وأنه الطرق تفترق وأنه الزواج وأنه هم فنانين، وأكيد هم أكيد هم متفقين قبل الزواج على هذا الشيء، أنا فنان، أنا عندي شغل، أنا عندي وقت، أنا عندي، هم عارفين ده الشيء، يعني إلا إذا كان هناك في مصلحة أخرى من أكيد من بس الزواج. هو دايما حضرتك عارفة الفرق ما بين الواقع والتطبيق، اللي هو يعني نحن دايما بيبقى عندنا يمكن تصور للحياة ممكن هتمشي إزاي، ولكن على أرض الواقع مع ضغوط الحياة مع كمان تفاصيل بتدخل ما بنبقاش إحنا عاملين حسابها، أعتقد إلى حد كبير دوت بيساعد شوية في إنه الطرفين يشوفوا الموضوع بشكل مختلف عما كانوا يعتقدوا إن هو ممكن يمشي. بالفعل يعني شفنا مشاهير هوليوود شفناهم تزوجوا وتطلقوا بعد 10 و12 سنة وفي المحاكم وغيرها، ولسه حنشوف أيضا الكثير والمزيد، قد تكون مؤسسة الزواج أو قد تكون هذا وباء على هوليوود لا نعلم، ولكن حنشوف الكثير.